السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة الكرام. المسائل التي تتعلق بمشروع الدجاج التي سنتكلم عنها في فيديو آخر. الآن دعوني أحدثكم عن مشروع بسيط جدا ومربح جدا. وبالنسبة أنا أضرب الدجاج كي ما تعرفش اللغة العربية، الناس اللي هما ساكنين في مراكش صفر درهم ما غيخلص تاريخ. هو مشروع ديال الاحجار الكريمه، الاكسسوارات الاحجار الكريمه، فيها خواتم، فيها كاع لي زاكسسوار العيالات الرجال. كتدفع 3000 درهم كتاخذ سلعه كتبيعها في الانترنيت في واحد السيت، حنا كنديروا لك فورماسيون فيه. المهم المشروع مربح ومضمون. ارانيا اللي ساكن في مراكش، ما كيخلص تريال. علاش؟ لانه السلعه عندنا كاينه في مراكش، كتخدم انت كدير التسويق، فاش كتلقى كليان كتجي كتدي السلعه ديالك، ما كتبيع تشريها حتى كتبيع، حتى كتلقى الشاري كتبيعها كتمشي تبيعها. بالنسبه للناس اللي بعاد ما يمكنش هذه القضيه، فالواتساب ديالي غادي تشوفوه في الخط الفيديو، توصلوا معايا ويكون خير.